النشاط البدني. هل تريدون المزيد من النشاط والحيوية والطاقة وتحسين جودة حياتكم؟ والأهم أن تكونوا أكثر نشاطاً على مدار اليوم لمدة لا تقل عن 60 دقيقة، وهذا النشاط سيعود علينا بفوائد كثيرة ومهمة، إلى جانب أنه يساعدنا على التحكم بوزننا. هو طريقة فعالة للوقاية من الأمراض، لأن النشاط البدني يقوي جهاز المناعة وينشط خلاياه ويبقيه متحفزاً وجاهزاً لكافة أنواع الفيروسات والبكتيريا. ومن المعروف أن النشاط البدني بانتظام يحمينا من جميع أمراض القلب والشرايين والجلطات والضغط والسكري والتهاب المفاصل، ويحمي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان المختلفة، وكذلك يساعدنا على التخلص من الاكتئاب، القلق والتوتر الذي يؤثر علينا وعلى المحيطين بنا، ويجعلنا نشعر بسعادة ومزاج أفضل ونستمتع بنوم عميق. والأهم أن النشاط البدني يمنحنا طاقة لكل الأنشطة اليومية المطلوبة. من أجل التمتع بكل هذه الفوائد، يجب أن ننظر إلى نمط حياتنا. هل نحن متفقين على ذلك؟ إذن هيا بنا نبدأ نمط حياة نشط. لكن لحظة، قبل أن نبدأ، هل تعلم أنواع النشاط البدني التي يحتاجها جسمنا؟ جسمنا بحاجة إلى أنشطة هوائية مثل المشي السريع والجري وركوب الدراجة، أنشطة تقوي العظام مثل الجمباز وقفز الحبلة وكرة السلة، أنشطة تقوي العضلات مثل السباحة، تمارين الضغط والمعدة، رفع الأوزان. لكن كيف وأين يمكن أن نمارس هذه الأنشطة؟ الذهاب إلى الصالات الرياضية فكرة جيدة، لكن هذا ليس الخيار الوحيد، لأن التغيير والوصول إلى نمط حياة نشط يعني استخدام كل ما يمكن بطريقة تزيد من نشاطنا البدني، مثل استخدام الدرج بدل المصعد، أو تنفيذ المهام اليومية بسرعة أكثر من المعتاد، المشي للأماكن القريبة. كما أن هناك الكثير من الأنشطة الرياضية التي يمكن ممارستها في البيت أو أي مكان آخر. مثل الجري، نط الحبلة، تمارين الاستطالة، ركوب الدراجة، أو باستخدام أي أدوات رياضية بسيطة. ويجب ألا ننسى أن الكثير من الألعاب الرياضية فيها متعة وتسلية ونشاط اجتماعي مع الأسرة والأصدقاء، مثل كرة القدم والسلة والتنس والسباحة أو أي رياضة أخرى. وتذكر زيادة كفاءة الرئة. كيف ذلك؟ نأخذ شهيقا عميقا وزفيرا من 10
إلى 20 مرة أثناء ممارسة الأنشطة البدنية. والأهم أن يصبح النشاط البدني نمط حياة منتظم. هيا بنا نقوم بالنشاط البدني 60 دقيقة كل يوم.